مصر وجنوب أفريقيا، يعني منتخبنا الوطني لعب 3 مباريات ب9 نقاط، لكن الأداء ما كانش مطمئن، ما كانش ما أنت ما كنتش نفسك، أنت ما كنتش مبسوط من الأداء. شايف فكر أجيري في مباراة جنوب أفريقيا، هل هو هيعتمد إن هو يبقى عايز يحسن الأداء عشان يرضي الجماهير، ولا عايز يكمل انتصاراته عشان يوصل لدور الثمانية، ولا شايف المواجهة إزاي؟ مواجهة سهلة، مواجهة صعبة من وجهة نظرك؟ مستر أجيري هو مدرب عنده خبرة كبيرة، فهو مش واحد جديد على التدريب، درب منتخبات تانية منهم منتخب المكسيك، هو شخص عنده موهبة وقيمة. مصر ما عملتش 3 ماتشات كويسين، وهي بس مصر كسبت 3 ماتشات، جابت 5 تجوان وما جاش فيها ولا جون، وكان الاول المجموعه ب9 نقاط. اللعب ضد فريق زي جنوب افريقيا في الاحصائيات بتاريخ الفريقين لعبوا 11، مصر خسرت 6 وكسبت 4 وتعادلوا 1. انا لما كنت مدرب النادي الاهلي لعبت 6 أو 7 مرات ضد فرق من جنوب افريقيا في اول سنه ليا في 2001 2002، وصلنا ل2 نهائي معاهم، نهائي بطوله افريقيا مع سان داونز وكاس السوبر مع كايزر شيفس. وانا فاكر ان بعد ملاحظه الفرق، لان ملاحظه الفرق هي اساسيه جدا، ما كانش ساعتها 2001 ما كانتش مهمه جدا، اما النهارده اساسيه جدا. النهارده في اوروبا بنعرف كل حاجه، كل حاجه فعلا عن كل فرقه هنلاعبها. فانا قلت لعيبه الاهلي اصدقائي، دول الفرقه دي بتلعب على الكونتر اتاك، لان هم خطرين جدا في الكونتر اتاك، هم لعاب سرعة وبيطلعوا على طول الناحيه العكسيه، 2 لعيبه بسرعه وبيلعبوا يقطعوا الكره على العكسيه ويفاجئوا الفريق المنافس. هم لعيبة بتلعب على المرتدات، مش لعيبة على الهجوم المتواصل، فاحنا هنعمل العكس. احنا هنلعب منخفضين في الملعب، راجعين في الملعب، وعندنا لعيبة عندها الخصائص ان هي تفاجئهم برضو بالمرتدات، فنسيبهم يستحوذوا على الكورة ونطلع احنا على المرتدات. تعادلنا 1-1 هناك في جنوب افريقيا، وفي اخر ربع ساعة كان ممكن نجيب 3-4 تجوان وما جبناهمش. لعبنا على ارضنا هنا نفس الحكاية، سيبناهم يهاجموا وكسبنا 3-0. بيبو والطريف جبنا 3 اجوان، بس الصحافه في اليوم اللي بعد الماتش، احنا كسبنا دوري بطوله افريقيا، كان الاهلي ما كانش كسبها بعد 14 سنه، وانتقدوا الاهلي، قالوا الاهلي ما لعبش، ده حقيقي. انا فاكر كان اسوء نهايات الاهلي لعبها كاداء، وفعلا كان في انتقاد للصحافه. كايزر شيفس نفس الحكايه، عملنا نفس الحكايه مع كايزر شيفس، تراجعنا في الملعب وهم في هجوم متواصل، واحنا كسبنا 4-1، حتى الحضري جاب جون منهم. وفي تاني يوم الصحافه قالت نفس الكلام، الاهلي ما لعبش حاجه، بس احنا كسبنا 4-1 وكسبنا كاس السوبر. النهارده مع منتخب زي منتخب جنوب افريقيا، نلاحظ ان الاهلي راح لعب في جنوب افريقيا وخسر 5-0، لان فتح اللعب ولعب على الهجوم. دي اللي فرق جنوب افريقيا عايزه تلعب قدام فرق، بتلعب فرق هجوم متواصل، وهم اللي بيلعبوا على المرتدات وعلى السرعات اللي عندهم. طيب ليه حضرتك الكلام اللي قلته جميل جدا، ليه بقى تنتقد؟ يعني ليه زعلان من اجيري؟ ما هو بيكسب زي ما انت كنت بتكسب بغض النظر عن الاداء. بس احنا كنا بنلعب كويس، مصر ما لعبتش كويس، احنا كنا بنلعب قدام لعب جماعي، ما كناش بنعتمد على 2، خالد بيبو وسيد حفيظ، الكرة كانت بتطلع قدام للهجوم اللي بيلعب لعبة جماعي. لما منتخب مصر الكرة بتوصل ل 18، لان تريزيجي بيجري بتاع 40 متر بالكرة، ومصر بتوصل برضه 18، لان محمد صلاح بيجري 20 25 متر بالكرة. نلاحظ ان مروان ما داش ولا شوط على الجون ولا لعبة في العمق، الكرة ما توصلش العمق بالظروف اللي بتدي فرصة نجيب جول.
مرتدات احنا كنا بنلعب 3 4 احنا كان كمان تعليمات اللعيبه ان لما نخسر الكوره واحد يضغط على اللعيب اللي بياخد الكوره من جنوب افريقيا والباقيين بيرجعوا في الملعب وما بنديش اي مساحه ان هم يقدروا ولا الوقت ان هم يقدروا يبنوا المرتدات بتاعتهم. مصر مع فرقه جنوب افريقيا اللي ما غيرتش طريقه لعبها لازم نلعب نفس الطريقه ما نسيبهمش اللي يلعبوا على المرتدات. في مصر عندها لعيبه عندها زي النني وعبد الله السعيد عندهم مشكله في الاداء فدول لعيبه لازم تدخل في اللعب ويتحطوا في مراكزهم الصح. عبد الله السعيد ما ينفعش يروح على الشمال وعلى اليمين ومفروض مكانه في النص. لعيب بيلعب على الباص الاخير لعيب بيشوطها كويس على الجون. نني نص ملعب يعمل تغطيه وبيعمل نص ملعب دفاعي بنلاقيه في الشمال وفي اليمين وفي راس الحربه وبيسيب طارق حامد لوحده في نص الملعب فدايما بيبقى عندنا مشاكل في نص الملعب بسبب الحكايه دي. مصر لازم تكون منظمه كويس في الناحيه الدفاعيه لازم نضغط لما يدخلوا نص ملعبنا وبعد كده نعمل تحولات هجوميه سريعه للمرتدات ونكسب ماتش بالطريقه دي. انما لو لعبنا على الهجوم متوسط هيبقى عندنا مشكله. تمام.